ايه ده؟ في دخان ده ايه خلاص كده بيق... وانطلق القمر الصناعي، انطلق او انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل القمر الصناعي المصري نايل سات 301. بالظبط الساعة 11 وأربع دقايق بتوقيت القاهرة، وزي ما حضراتكم شايفين في أنه المكوك لازال احنا شايفينه قدامنا وهو بينطلق في إطار وصوله إلى الغلاف الجوي الأرضي. بيستمر فالكون 9، يمكن دي صورة من أو تصوير من على الكاميرات المثبتة على فالكون 9. دي أهي الكاميرات المثبتة على فالكون 9 واللي بتجيب من الأعلى إلى الأسفل اللي حضراتكم شايفينه كده بالظبط، هو الصاروخ نفسه واللي تحت هي قاعدة كيب كانيفرل بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وبيستمر فالكون 9 في الانطلاق نحو الغلاف الجوي لكوكب الأرض. Now that we've passed Max Q, we are now bringing those engines back up to full power. In about a minute, we have a couple of events happening in quick succession. First up will be main engine cutoff, also known as MECO, followed by stage separation, and then SES-1, also known as second engine start 1. بيستمر بالقطع القمر في انطلاقه عن طريق الدوافع، هو مزود بدافعين إلى أن يصل إلى مرحلة محددة، ينفصل الدافع الأول لتبدأ المرحلة الثانية في الاستمرار بالدافع الثاني حتى خروجه تماما من الغلاف الجوي الأرضي ليبدأ أولى المراحل الخاصة بدورانه حول كوكب الأرض. It's really cool ground shots of the Falcon 9 vehicle. Coming up on main engine cutoff in a few seconds here. يعني أنا أظن كده بتفصلنا ثواني عن انفصال الدافع الأول. وكده يبقى انفصل الدافع الأول ونبدأ عملية الدفع بالمحرك الثاني أو الدافع الثاني. كده العملية الأولى تمت بنجاح والحمد لله. Successful stage separation, and you can see on the right-hand side of the screen that Merlin vacuum engine on the second stage has indeed reignited, or not reignited, has started up, and is now propelling the second stage. في التشغيل، ونحن الآن في مرحلة الدفع المحرك الثاني. So coming up, we'll have sharing deploy. نشهد مرحلة عملية الانتشار في نحو.